والله تفاصيل هي مقادير من عند ربي سبحانه عز وجل، فهمت؟ هو مالف مفتاحها ديما في جيبه في طوموبيله، يدخل من الكراج ويخرج من الكراج بالتليفون. يامس نسات ما راح جاب طوموبيله وجاوا صحابه ودوه، وكي رجعوه لبكره فهمتني ما لقاش منين ندخل للدار. طلع على البوطو، كي طلع الفوق ديزيكيليبرا، طاح على راسها قد ديريكت خرجت روحها. وانا كي لقيته منشور قدام الدار، الحق ما حطيتش الموت الخطا، حطيت جريمه ورحت نجري للشرطه بلغت الجريمه. ومن بعد ظهرت باللي جارنا عنده كاميرا في الطريق نتاع فيديو يحسها نتاع الحراسه نتاع الدار تاعهم، قال لا راه طاح من الفوتو. عاودنا شفنا الفيديو نلقوه طايح من الفوتو. جات الحمايه المدنيه كي خرجت نلقاه نافض انفاسه، فهمت؟ فمه معبر بالكشكوشه تاع الدم والدم خارج على وذنيه. مسيته نلقاه ما جثه هامده، ما ظنيتش الموت الخطا، ظنيت بلي جريمه. رحت نجري للشرطه بلغت عن جريمه. ما حتى من بعد كي خرج جارنا قال لا راهو او الفيديو راهو شفنا الفيديو نلقوه هذاك هو طلع على الفوتو وطاح. دفينا العشوة ان شاء الله بعد العصر في جبنت ولد احمد الله يرحمه ويوسع عليه. والله يسلي شوشو دو لا ميزون.